السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. مبروك عواشركم، مبروك نهاركم، هاد نهار الجمعة الله يدوزو عليكم وعلينا بالصحة والسلامة. كي بقيتو مع رمضان، كي بقيتو مع الصيام، هنايا غادي نشارك معكم هاد الزواقة هادي درتها في جلابتي. هاد التوب راه كنت شاركتو معاكم في داك الفيديو اللي درت معاكم ديال التواب، قلت لكم هادي جلابة كريب. بعد العام خرج عنده جوج وجوه ولا دوفاس كما كتشوفوا، كيجي زوين. هنا انا صاوبت هنايا هاد المرمى، راه كملتها وغادي نبدل دابا المرمى، وقلت علاش لا نشارك معكم هاد الطرز هذا وهاد الزواقه اللي بغات تعلم الطرز الرباطي. كما قلت لكم المره الفايته اللي شاركت معكم داك الجلابه الاخرى، قلت لكم راه ساهل طغي كيتعلم. هنا غادي نبدل دابا المرمى، نكحز هاد الجهه هادي اللي كملت هنا كما كتشوفوا، راه ساليتها. هنا راه عندي الضوفات بجوج، راني ملاقياهم من الوسط على هاد الشكل هذا، كنجيبهم كنلاقيهم من الوسط. في حالتي الا كانت عندي غير ضوفه وحده مرشومه، ما كنتش غادي نطرزهم بجوج، كنجيبو طرف ديال التوب كما كان وكنلاقيوه مع هاد الضوفه مثلا، وكنكملوا بها الجهه الثانيه ديال المرمى باش يتجبد لنا الثوب مزيان في المرمى. صافي هكا كنكحز، نجيب الزواقه في الوسط على هذا الشكل هذا. وكما قلت لكم هذا المرمى هذه راه عندها واحد الساروت باش كتحشي، ها هو هنايا هذا الحرف اللي عندنا هنايا كنحويجيناه مع هذا هنايا. اللي عنده هاد المرمى هادي راه غادي يعرف. كنسولو سولتني واحد الاخت على هاد المرمى في الفيديو اللي حطيت لكم الفايد ديال الطرز، قالت لي ملي كتاخدوها هادي كناخدوها حنا، انا كنت خديتها من المدينه القديمه فاس من النجارين، واحد البلاصه في المدينه القديمه سميتها النجارين اللي في فاس، راهم كاينين موجودين هاد المرمى هادو. في مدن اخرين ما عرفت زعما واش كاينين ولا ما كاينينش، المهم في فاس كاينين موجودين. دابا ولاو كيديروهم حتى المحلات اللي كيبيعوا اللوازم ديال الخياطه، ولاو كيديروهم شي وحدين، ماشي كلشي، ولكن شفتهم انا عند شي واحد هنايا في بن سوده دايرهم. صافي كما قلت لكم راه كنركبوا هاد الساروت هذا، كنحشيوه مع هاد الساروت اللي عندنا هنايا باش غادي تهبط لنا المرمى مزيان، كنحشيوه هكا. انا راه تلاهيت كنهضر وما وريتكمش، نجبد هذا وكنحطو عليه هكا، هنا يجينا قبالته على هاد الشكل. صافي وكنحشيو المرمى من هاد الجهه ومن هاد الجهه، ما نقبطوش ونبركو في خطره وحده، كنهبطو غير شويه بشويه هكا، وما كنهبطوش هاد الدور هذا في خطره تال التالي، كنهبطوه غير شويه. جينيش عوجه مثلا هاد الخطوط هادو، ما يجيونيش عوج، نحاول نجبد وانا كنقاد. عاود نولي نجبد من الجهه هادي غير بشويه، تجبدوا الثوب، وخصوصا الا كان الثوب عندكم رقيق. انا راه الثوب هذا شويه ما يوقع عنده ما يوقع له، ولكن الا كان الثوب الحرير ولا الثوب نازل بزاف راه غادي يضيع الا بقيتي تجبديه بالجهد، خصك تجبديه غير بشويه. كما قلت لكم الا كانت المرمى فيها التنفيسه هكايا، حيت انا هادي ديالي ما ملويش عليها الثوب بزاف، ما ملويش عليها الفوال بزاف، غادي نحشي هاد الطريفات ديال الكاغيط، هادو داك الكاغيط القاصح اللي كيكون هكا البكيات ديال الدواء، ولا كنطويه وكنحشيه هكا باش تزير لي المرمى مزيان. مين كون كنخدم ما تبقاش ترخال. دابا كيما كتسمعوا راه مزاير ما يترخى ما والو. كما شفتوا هنايا راه شي شويه عندي هذاك عوج غادي لهيه، غادي نجبدو لهاد الجهه هادي. صافي دابا غادي ندخل الصابره في الابره. الصابره غنديرها على خمسة ديال الشعرات، درتها المره الفايته درتها على أربعة، هاد المره هادي درتها على خمسة باش تجيني شويه غليظه،
شي مرات كتكون الصابره رقيقه كما شفتوا. هنا راه عندي 3 ديال الشعرات، وغادي نحيد من هذه الجهه هذه جوج شعرات كما كتشوفوا. هنا عندي 3 وهنا عندي جوج. بغيت ديروا غير 4 شعرات غديروا 4 شعرات، كيجي الطرز رقيق وكيجي ماشي بحال السواقي. راه داك السواقي كاين اللي كيدير 8 ديال الشعرات كيدوبلو على جوج، وانما كيجي غليظ كيجي سواقي. هذا الطرز راه ماشي ديال ماشي سواقي، الطرز ديال كيجي متقون وكيجي رقيوق. هنا انا عندي هنايا هذا كنسميوه هذا الخط هذا اللي عندي هنايا، انا درت فيه بحال الضفيره كتجي دايره بحال الضفيره، ولا كاين اللي كيسميه الضل. هذا الخط هذا كندرته بالبوانت شينيط، كنديرو واحد كندير غرزه في غرزه. هذا خلاص الرباطي، غادي نبدا معكم هذا الخط هذا باش تشوفوا البدايه كيفاش. نبداو على بركه الله. هنا غادي نجي للقنت ديال هذا الخط، نتمنى انه يكون باين. كنضرب في هذا القنت هذا وكنمشي للقنت الاخر ونهبط هنايا بواحد شويه في الجنب ونرجع الجهه الاخرى كما كتشوفوا هكا. على هذه الطريقه كنجيبوا خط هكا وخط هكا متخالفين، وكنولي كنضرب في هذه الضربه الاولى، كنضرب في الجدر ديالها اللي ضربت في الاول، وكنولي نجي لهنايا. عاود كنولي نرجع لهذا الخيط الثالث، كنسمح في هذا اللي ضربت في الاول دابا في التالي، ونسمح في هذا نولي نضرب في هذا الثالث. هذا عاود الجهه الثانيه كذلك غادي نسمح في هذا اللي ضربت وهذا اللي حداه، ونولي نضرب في الجدر ديال هذاك الثالث. وغادي نمشي بداك الطريقه، غادي نضرب هكا نبقى من هاد الجهه لهاد الجهه، كنسمح في الاول والثاني وكنضرب في الثالث في الجدر ديالو، وكنولي نجي للجهه هذه اللي قبلتها مباشره. عاود نولي هكاك الجهه الثانيه كذلك، نولي نمشي للجهه الثانيه. هذا راه ساهل، هذا كيسميوه الضل ولا كيسميوه الضفيره، دغيا كيطلع في الخدمه. اللي بغات تعلم هكا الطرز الرباطي باليد، طرز الرباطي اليد راه ما كيموتش وما ما كي تقطعش كاع، كيبقى على طول السنين. انا شحال وانا خدامه فيه، شي 12 عام وانا كنخدم فيه، دائما كاين. واخا هاد العام عاد بان بكثره بزاف، واكثريه كيديروا ديال الماكينه دابا، ولكن اليد ما كيموتش. الناس العشاق ديال كاين العشاقه ديال الحاجه ديال اليد، دائما كيكونوا كيبغيو شي حاجه على اليد، واخا كتكون هي زايده شويه في الثمن، ولكن كيبغيو شي حاجه ديال اليد صافي. وكتمشيو على هذا الشكل هذا، راه الصابره ما كتخبل ما كتشنتف كما كتشوفوا معايا، ما كتبرم لي في يديا، كتمشي الخدمه ضاويه وكتمشي خدمه زوينه، ملي كتسالي الخدمه كتجي ضاويه صافي. وكنمشيو هكايا كتجي على هذا الشكل هذا. وهنايا كما كتشوفوا في كنضرب، كنخليو هاد الغريزه الاولى ونخليو هادي ونضربو في الثالثه، نمشيو لهنايا عاود كنبعد بين الغرزه والغرزه بواحد شويه، كنمشي عبار واحد ماشي وحده نوسع بزاف، وحده نضيق وحده، كنمشي عبار واحد نضرب هنا. مي غادي نضرب هنا غادي نخلي هاد الغرزه هادي اللي ضربت فيها هنايا، انا غادي نديرها معاكم هنايا، غادي نخليها وغادي نخلي هادي اللي حداها ونضرب في هادي الثالثه صافي. على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا من اللور، راه كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي هكا، كيجي كاين لا خيوط دايزي لا تخبال لا حتى شي حاجه، كتجي الخدمه نقيه حتى من الظهر صافي. كنبقاو غاديين حتى كنكملوا هاد القطيب اللي عندنا هنايا دايز، على حسب الزواقه، كل زواقه شنو كيكون فيها. كما شفتوا هنايا راه غادي نرتق الخيط في الوسط، كنديروا الترتق الخيط هكا، كنبقاو نضربوه واحد 3 ضربات هكا، واحد 3 الغرزات صافي. وكنقطع داك الساعه باش الخياط باش الطرز ما يتحلناش،
كنرتقو هكا ثلاثه المرات. دابا غادي نخدم معاكم هنايا، راه عندنا هنا راه كاين هاد الوريضه، هاد النجمه هادي، غادي ندوزها من هنايا بالبوانشينيط، نعمرها بالبوان دونو. وهنايا عندي هاد الكوزه، هاد ببوشه صغيره، حتى هي غندوز معاها بالرباطي. وكاين هنايا وريقات كنخدمهم على شكل ورقه، شوفوا معايا الطريقه. فهاد الطرز الرباطي حتى هو كيتعلم غير بالشوفان، انا اصلا تعلمت غير بالشوفان، ما تعلمتش كاع في هكا في الوساخ، زعما درت شطايط وتعلمت، درت هكا طريفات ديال الثوب تعلمت فيهم، ما تعلمتش كاع في الطرف ديال الثوب. كنت كنشوف هكا مرت لوسي كانت معلمه قبل مني، عيالات الوايسي، كنت كنجلس هكا وكنبقى نشوف فيهم، ما كنتش كاع اصلا ما كنتش قاصده نتعلم، بقيت كنشوف فيهم، كنشوف فيهم هكايا ملي كيحطوا المرمه كنهزها انا، صافي شويه لقيت راسي تعلمت. غادي نبدا معاكم بهادي، بهاد النجيمه هادي، صافي نبدا هكايا كما كتشوفوا، غنمشي مع الطراساج اللي في الحرف ما خليش كيبان، غادي نغطيه. صافي على هذا الشكل، هذا الصابره الا كانت كتقبل كنقادها على هذا الشكل، ما نخليهاش هكايا واحد طويل وواحد قصير كما كتشوفوا معايا. كنجيبو كنقاد هكا الصابره بحال اللي كنحلها، صافي انا راه كنبقى نشوف واش كيبان لكم مزيان ولا ما كيبانش. كما قلت لكم الطرز الرباطي ماشي السواقي بالحق، ما كناش كنخدمو السواقي، كنخدمو الطرز الرباطي متقون على حقه وطريقه، كنخدموه بالثمن، كيتدفع لنا بثمن زوين. يمكن لك تهزي به راسك، تكسي راسك، تكسي بنا وليداتك، تجمعي منه، حتى الا بغيتي توفري منه كتوفري. بالنسبه للسيدات اللي جالسين في الدار وما عندهم حتى شي صنعه، الصراحه هو الصنعه ديالو زوينه وغي جالسه، ما كان فيه زعما شي تماره، كتبقاي جالسه هكايا الوقيته اللي ما كيكونش عندك فيه الشغال، كديري مريمتك حداك وكتجلسي تخدمي. كنضرب هنا وكنرجع كنضرب في الوسط ديال الغرزه اللي ضربت في الاول على هذا الشكل، عاود نضرب هنا في الراس ونرجع نضرب في هذه الغرزه هذه اللي ضربت قبل منها، كنضرب في الوسط ديالها. صافي كنبقى خدامه هكايا على هذا الشكل حتى كندور مع هذه النجيمه كامله. كما قلت لكم راه كنرجع كنضرب في نفس الغرزه، كنضرب في الوسط ديالها، هذا كنسميوه حنا البوان دونو، وكاين اللي كيسميه فاش، المهم حنا هنايا كنسميوه بوان دونو ملي كنا كنخدمو. كنشدو هكا ليبرا كنطلعوها من هنا، كنجبدوها وكنجبدو يدينا الاخرى اللي كتكون عندنا من التحت، كنجبدها كنشد بها الخيط هكا، وكنجيب ليبرا ونلوي هكا جوج لويات. هانتي ولي نعاود معاكم، كنجيب ليبرا كنشد هذا الخيط هكا، كنجيب ليبرا من هنا كنشدها وكنلوي عليها جوج لويات، وكنبقى شاده في هذا الخيط هذا هكا، كنحيد اليد الاخرى كنهبطها من التحت، وهذه كنشد بها الخيط وكنهبطها هكا، كنبقى شاده باش تهبطني العقده مزيره، ما تهبطش العقده مرخوفه ولا تهبط مشنتفه هكا. نشد هكايا، نجيب ليبرا نلوي جوج لويات ونحشيها هكا، نهبط هاد اليد هادي اللي عندي هنا، نهبطها من هنا باش نجبد ليبرا، وهادي غادي نشد بها الخيط هكا على هاد الشكل، وتهبط لي العقيده مقاده كما كتشوفوا، كيجيو بحال العقيدات على هاد الشكل هذا. كنخدموهم بهاد الطريقه حتى كنعمروها كامله. هذا كنسمع انا الناس كيقولوا له فاش، ولكن حنا كنقولوا له بوان دونو. انا هاد الزويقه بغيت نشاركها معكم حيت متنوعه، فيها بزاف ديال فيها الرباطي، فيها هاد البوان دونو، فيها هاد الضفيره، وفيها لي بغيد،
حتى هو غادي نوريه لكم اللي بغيت. عاود كاين اللي كيقول له الدويدات، حنا كنقولوا له في الطرز الرباطي كنقولوا له اللي بغيت. صافي كنطلعو وكنمشيو على هذا الشكل هذا، كنلوي جوج لويات وكنشد في الخيط، واليد الاخرى كتهبط من لتحت باش تجبد الابره. كاين اللي كيدير هكا زواقه غير بهاد فاشفاش، كيدير وريضات ولا كيدير هاد النجيمات ولا وكيخدم جلابه كامله غير بيه. كاين اللي كيديرو هكا في الزواقه، كتجي متنوعه، فيها هذا فيها الرباطي فيها اللي بغيت، كيكون فيها بزاف ديال الانواع. صافي وغنمشي دابا مع هاد النجيمه هكا كلها حتى نعمرها كما قلت لكم. انا ولي نعاود معاكم المره الثانيه ولا الثالثه. هنايا غادي نشد الخيط ديالي باليد ديال الشمال وغادي نجيب ديال اليمين وغادي ندور هكا الخيط جوج دورات بحال كتكوننا بحال العقده على ليبره كما كتشوفوا، كتكون بحال شكل العقده. وكنشد هنايا، ما غاديش نشدو بطبيعه الحال هكا، كنجيو دابا راه الخيط صغار اللي كنشد هكا يا بيد وكنهبط. صافي دابا غنرتق الخيط حيت تسالا ولا قصاور، غادي نرتق هنايا في هذا البيبوشه الصغيره هكا كما قلت لكم ثلاثه ضربات ولا جوج، وغادي نقطع. هنا غادي نبدا هذا العريش هذا، راه فيه النوايات وفيه هاد الوريقات اللي قلت لكم غادي نخدمهم بحال شكل وريقه. كنخدم هاد الخيط اللي طالع معاه بحال الشكل اللي خدمت معاكم اللي قلت لكم كنخدم الغرزه، وكنولي النص ديالها كنضرب اللي سميتو البوان شينيل، كنولي نرجع هكايا. غادي غنخدمها على شكل نوايه، كما كتشوفوا انا اليد ديال الشمال راه ما كنطلعهاش، كنخليها من التحت. ملي كتعلمي من الاول هكايا كتجيك الخدمه سهله، ما كتبقاش تخدمي وتطلعي يدك وتهبطيها كما كدير كما كتجي في المرمه الصغيره ولا كاين حتى اللي في المرمه هذه وكيخدم هكاك كيبقى يحشي هكا ويولي يحشي يدو من التحت يجبد ويولي يطلع. لا هكاك كتجي خدمه شويه ثقيله، من الاحسن بنادم يتعلم هكا. واخا في الاول غاتجيك صعيبه شويه، انما صافي غير كات هذا كتطلق يدك كتجيك ساهله. صافي كنبقى طالعه مع داك التراساج ديال الكوبيه على هذا الشكل كتجي النوايا. انا ولي نرجع لهنا باش نخدم هاد الوريقه هذه، هاد الورقه هذه غندير لها انا واحد الخط في الوسط، حيت انا راه راشماهم بلا ما ندير لهم داك الخط، ولكن هما كيكون عندهم واحد الخط في الوسط هكا من الاحسن باش كطلعي معاه، باش هو اللي كتفرقي به الورقه في الوسط. كتبقاي تخدمي هاد الجهه هذه كلها كتمشي معاها وكتولي تدوري مع هاد الجهه هذه. انا دابا غادي نخدم حداكم وتشوفوا، غنخدم هكا وغنطلع مع داك الستيلو اللي درت في الوسط. كنجي لهنا وعاود كنولي نرجع مع الجهه الثانيه كنهبط معاها، كتجينا الخدمه مايله هذه، كتجينا الوريقه بحال شكل ديال الوريقه كتجي دايره ماشي بحال النوايا اللي خدمنا هذه، هذه راه بوحدها وهذه بوحدها، كتجي بحال شكل ديال السبوله. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا
هنا غادي ندير فوقها في هذا الخط اللي دايس في الوسط اللي جاتنا بحال شكل سبولة، غادي ندير لها واحد اللي يبغي يدام من الفوق في الوسط ديالها. كنطلع هكايا، ماشي في كنجي ما كنطلعش هنا في التالي، كنطلع هنايا وكنولي نضرب هنا في التالي ديالها، التالي ديالها، ونحشي الخيط ديالي من هاد الجهة وكنبقى شادة هكا كما كتشوفوا معايا. غادي نشدو هكايا على هاد الشكل، وغنولي نحشي الإبرة هنايا الغرزة الأولى اللي حشيت، غنحشي تما نطلع الإبرة هيا، وغادي نبقى نلوي عليها. شدو هكا كما كتشوفوا معايا، لوي هكا، انا كنعاود معاكم غير باش تفهموني. هكايا هذه هي الابره، كندور عليها هكا، كندور ما نزيروش بزاف داك التدوار ديالنا باش تطلع لنا الابره من داك الخيوط اللي كندوره هكا. مي كنشوف راني درت داك المسافه اللي عندي هنايا القياس، ما كنبقاش غير كندور، ولا من الاحسن تحسبوا، انا ما كنحسبش ولكن كاين اللي كيبقى يخدم بالحساب. صافي كنطلع الابره كما كتشوفوا، دابا راه اللون في اللون، ما غاديش تجي باينه بحال دابا. هذه كتكوني كتخدمي باللوينات، مثلا تخدمي هذا السبوله تخدميها بلون، وهذا لو بغيده ديريها بلون باش كتجي باينه، ولكن راها باينه هادي، كتجي بحال الدويده عليها من الفوق، وما كاين اللي كيسميهم الدويدات، حنا كنسميهم لي بغيد. هانتي على هاد الشكل هذا. صافي دابا الخيط راه صغير لي، غادي نبدلو. هنا راه بدلت الخيط، وغادي نولي نخدم معاكم سبولة واحدة أخرى باش تزيدو تفهمو. هنايا غادي نخدم هادي، كنبقاو طالعين مع هاد الجهة هادي. كما قلت لكم انا راه ما معلماش في الوسط، ولكن من الاحسن انا كنبقى طالعيها هكاك. كتجي الخدمة مايلة، كنبداوها مايلة كما كتشوفوا. صافي وكندور معاها بالجهة التانية. انا مبغيتش نزرب هنايا بزاف، مبغيتش نقطع باش تشوفوا باش تفهموني اكثر، لان هاد السبولة هادي كتجي زويونة حتى هي. صافي وغادي نرجع لهنا كما قلت لكم، هنا غادي نرجع غنطلع الابره ها هي، وغادي نحشي هنا في التالي ديالها فين ساليت، ونبقى شاده الخيط ديالي هنايا، كنهبط هذاك هكا على هذا الشكل، شاده هنا، غادي نرد الابره هنا فين حشيتها فين طلعتها في الاول هنايا، او غادي ندور هكا، كندور ما كنزيرش يدي، كندور يدي شويه مرخوف، وكنبقى ندفعو هكا يهبط، وندور ها وندور. صافي هكا كما كتشوفوا، منين كنسالم التدوار كنطلق يدي لي من التحت، كنطلعها من الفوق وكنشد بها هاد الخويطات اللي دورت على ليبر، كنبقى نشدهم هكا ندفعهم يخرجوا غير بشويه. ها انت كنجبد ليبر ها غير بشويه، ما تعصبوا معاه ما والو، كتجبد. كنجيب هاد الابره هادي هكا، قبل ما كنزير داك الخيوط، قبل ما نزير كنحشي الابره هنايا وكنحاول نقادهم نفرقهم. صافي كنجبد هادي بهاد اليد، والدفري كندفع به هاد اللي بغيضه
صافي كتجيني هكا مزيره كما كتشوفوا على هذا الشكل، كتجينا مزيره. صافي هذه هي الطريقه ديالها. دابا غنبقى نخدم هادو اللي حداها، غنمشي مع هاد الوريقات كلهم بهاد الطريقه هادي. هادو اللي عندي هنايا، هادو اللي خلاص دايرين هكا غندور معاهم بالخدمه، كنبقى كندور. ملي كتكون عندنا شي حاجه مدوره جايه دايره بحال مثلا بحال بحال هاد البيبوشه اللي عندنا هنا، ولا بحال هاد النوايه اللي جايه هكا دايره، كنبقاو نتسعوا من هاد الجهه اللي من الفوق. هادي اللي جايه دايره هنايا، هاد البلاصه هادي اللي دايره من هنا، كنتسعوا الغرزه شي شويه، ماشي جينا نفلق، ما جيناش الرباطين نفلق. ومن هنا من هاد الجهه هادي كنضربوا الضربه حدا ختها ولا الضربه في ختها كاع، باش كتجينا الخدمه مدوره. هادو تقنيات راه كتعلموهم ملي كتبداو تخدمو، كتبقاو نتوما كتخدمو نتوما كتعلمو بزاف ديال التقنيات باش تطلع لكم الخدمه زوينه. كما كتشوفو انا راه خدمت هاد الوريقات هادو، هاد غير كيطلع هنا. غادي نخدم معاكم هاد الوريضه هنايا، غنخدم معاكم فيها شي شويه باش تشوفو كيفاش كتخدم. كنجي لهنا الوسط كنرتق واحد الضربه، كنبدا من هنا النار، كنفرقهم في الوسط باش كتجينا هاد الجهة بوحدها.